كيف بدي وصل له والله اشتقت له وانه ضحكت سنه فيها سراب. في أمل هيدي حفلة من سلسلة حفلات أساتذة موسيقى أكاديميين بلبنان قرروا يوقفوا حد بعض بهالأزمة الاقتصادية الصعبة ويساهموا تيساعدوا بعض هن وطلابهم بحفلات ينتقلوا بكل المناطق بلبنان، لأنه نحن أساتذة بكل لبنان والطلاب بكل لبنان. في أمل أنه نلاقي الحل، في أمل أنه نلاقي مشروع بديل للذل يلي كلنا واصلين لإله إذا ما وقفنا وأخذنا موقف. ما بقى فينا نكون مع أما ضد، أما لا مع أما لا ضد، ما فينا نكون بقى بمحلات رمادية بالبلد. بدنا ناخد موقف، نحن أخذنا موقف. ماني أستاذة مثلاً إملاء، أنا فنانة، يعني أنا فيني أخذ فني على المسرح وأنشر شيء أكتر من أنه مثل بس بالصف، عرفتي كيف؟ وكون كون ضمن هالمشروع الجديد يلي اسمه دولة يلي كلنا نحن خصنا فيه، وما حدا رح يجي يعمل لك ديليفري دولة من برا. تركين لكل استاذ ينقي هو وتلاميذه بروجرام يلي حسب هو شو بيعلم. مثلا استاذ ادي دورليان استاذ جيتار، عم بيعلم جيتار، دونك جاب طلابه كله جيتار، رح تسمعوا جيتار كلاسيك وجيتار بلوز واشياء كثير حلوه. وانا جايبه طلابي يعني هالحفله بدهم تسمعوا اوبرا، رح يغنوا معهم اوبرا، وانا رح اغني مع استاذ ادي اغاني لزياد رحباني. قولك راجع تخمي اذا مش بكره بلكي اللي بعده وبلكي بتاني تشري. هيدي مظاهره ثقافيه، يعني بدل ما نحن ننزل نقول نريد تعديل شو وتغيير النظام، عرفتي كيف؟ هيدي احلى مظاهره انه تكوني على المسرح وتقولي نحن بدنا نقدم غير مشروع عن حرق الدوليب وعن كريتين الإعاشات وعن مدري أي سفارات تبعت لنا مصاري وأي إن جي أو تدبر لنا شغل. تاني حفلة نسمينا بدنا نضل، كله يعني بمعنى أنه تشجيع للشباب، لانه هلا رح تسمعي شباب بياخذوا العقل انه هودي تصوري هودي يفلوا.